توظيف المكفوفين حامل الشهادات للنواب المحترمين لطيفة الجبابدي، عبد الحق بوزيان، حسن بن القاس، عبد الله العروجي، مبارك الهديلي، نزال العلوي، عبد الله إدبادة، ويوسف حفحاف من الفريق الاشتراكي. شكرا سيد الرئيس. السيدات نائبات السادة النواب، السيدة الوزيرة والسيد الوزير، وقع المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وقرر المصادقة عليها والتزم من خلال ذلك بإعمالها. كما سبق للحكومة أن التزمت بتخصيص 7% من المناصب المالية من الوظيفة العمومية للأشخاص في وضعية إعاقة. وفي 14 ماي 2008 أصدر السيد الوزير الأول مذكرة بخصوص الإدماج المباشر الاستثنائي للمكفوفين حاملي الشهادات، وهو ما اعتبرناه في حينه إشارة سياسية قوية من طرف الحكومة لرفع الحيف والإقصاء الذي يطال هذه الفئة من المواطنين والمواطنات، والتي لا توفر لها الدولة حتى الحق في التعليم في داخل المدارس العمومية، وتصدف في وجهها الأغلبية الساحقة من التخصصات الجامعية، إضافة إلى مراكز التكوين والمدارس العليا، كما تقصى من المباريات للتشغيل بسبب إعاقتها، وهو ما يمثل مسا جوهريا بحقوقها الأساسية ومسا وخرقا سافرا لمبدأ عدم التمييز. السيدة الوزيرة، بعد مرور سنة على صدور هذه المذكرة، نسائلكم في الفريق الاشتراكي عن مدى التزام الحكومة التضامني بتفعيل هذه المذكرة. ما هي القطاعات التي التزمت بها وانخرطت فيها وبأية أعداد؟ كم عدد من أدمجوا في هذه الوزارات؟ وما هي الوزارات التي التزمت أو تعتزم الانخراط فيها وبأي عدد وفي أي أفق؟ وبصفة عامة السيدة الوزيرة، نريد أن نعلم هل سينتظر هؤلاء الشباب والشابات سنة أخرى؟ ما هو السقف الذي تضعونه من أجل استكمال هذه العملية وضمان حق هؤلاء المكفوفين في الإنصاف وفي الإدماج في الحياة المهنية؟ وشكرا لكم. شكرا سيدة الوزيرة. شكرا سيدة النائبة، أشكركم على سؤالكم. وفعلا بغيت نقول بأننا في حوار ونقاش مستمر مع هاد المجموعات والافراد اللي هما مكفوفين من اجل تفعيل الدوريه ديال السيد الوزير الاول، اللي كنشكروه على الاستجابه السريعه مع طلب ديالنا اللي وجهنا له يوم 8 مي 2008 واللي استجب بسرعه. لحد الان تم خلق 137 منصب شغل داخل الوظيفه العموميه بالنسبه للمكفوفين وضعاف البصر في اطار الاستقطاب او التوظيف المباشر التضامني الاستثنائي، وهو موزع كالتالي: 30 بالنسبه لوزاره العدل اللي تم التوظيف ديالهم، 13 بالنسبه لوزاره الصحه، 10 بالنسبه لوزاره الداخليه، وجوج بالنسبه لوزاره الثقافه. من جهه اخرى كاين مناصب اخرى اللي هي في فتره توظيف، اللي هي 60 من ضمنهم 16 ديال ستاندارديست في وزارة التربية الوطنية، 10 من ضمنهم 4 ديال ستاندارديست في وزارة التجهيز والنقل، 9 من ضمنهم 4 في مراكز الاستماع لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، 3 ديال ستاندارديست كذلك في وزارة الصحة. ونحن على اتصال بكل القطاعات الحكومية الأخرى من أجل محاولة إيجاد أفق أو إمكانيات ديال توظيف استثنائي مباشر، مع العلم بأننا كذلك مضينا مجموعة من اتفاقيات مع مجموعة من الأطراف في القطاع الخاص من أجل تنويع المصادر ديال التشغيل وديال التوظيف ديال هاد المجموعات، اللي حنا مع الأسف ورطنا في واحد الواقع اللي هو كان صعب جدا، حيث أنه أول مرة تم خلق مناصب الشغل منذ سنة 2000، وبالتالي هذه خطوة اللي ما يمكن إلا نهنيو عليها الحكومة واللي كتعتز الحكومة بكونها تم التحقيق ديالها. وشكرا. تعقيب سيدة النائبة. السيدة الوزيرة، نحن لا نبخس أهمية هذه الخطوة، بل نريد لها أن تفعل إلى الأقصى الممكن لكي تضمن الإنصاف لهؤلاء المواطنون المغاربة. هادو راه السيدة الوزيرة لا يطلبون منا أو إحسانا من الحكومة، هؤلاء مواطنون ومواطنات، ومن حقهم على دولتهم أن يطالبونها بأن تتخذ الإجراءات اللازمة لإدماج حاجياتهم الخاصة في سياستها العمومية وتضمن لهم الولوج للحقوق بما فيها الحق في الشغل. سيدة الوزيرة،
نحن نتابع جهودكم ونتساءل في نفس الآن بخصوص بعض الوزارات. سأسوق مثال وزارة الأوقاف التي توفر على عدد كبير من مناصب الشغل. لماذا تشترط الوزارة حفظهم لستين حزباً وهي تعلم أكثر من غيرها بأن حتى خريجي الشريعة منهم والدراسات الإسلامية منهم لم توفر لهم شروط ذلك لأن منظومتنا التعليمية لا تدع ذلك ضمن برامجها. شكراً للسيدة النائبة المحترمة. نعتبر بأن على الوزارة أن تدمجهم وأن توفرهم مدة للتكوين والتحفيظ مثل ما عملت مع المرشدات. وشكراً. شكراً سيدة النائبة. تعقيب سيدة الوزيرة. تفضل. ولكن لا يمكن أن نعتبر أنه حق بالنسبة لكل مكفوفين وضعف البصر أنهم يدخلون الوظيفة العمومية لأنه الدولة عندها عاوتاني إكراهات أخرى وعندها التزامات أخرى تجاه كل ساكنة. وبالتالي من الضروري أننا نوعوا يعني الموارد ديال التشغيل ديال هاد الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر اللي كنعرفوا الألم ديالهم وكنعرفوا الصعوبات ديالهم، ولكن لابد أننا نعملوا جميع من أجل إخلاق خلق إمكانيات أخرى داخل القطاع الخاص. أما فيما يخص تفعيل 7% داخل الوظيفة العمومية فنحن الآن كنرصدوا عند كل القطاعات الحكومية شنو هما العدد ديال المعاقين بصفة عامة اللي تم التوظيف ديالهم في إطار هاد 7%، لأنه ما يمكنناش نعتبروا كذلك أنه كل المعاقين يعني أنه ما كاينش كاين غير المكفوفين، كاين المكفوفين، كاين أشكال أخرى من الإعاقة المتنوعة اللي خصنا ولابد نطرقوا لكل القضايا ديالهم. وهاد المناصب اللي هي الآن في فترة تفعيل حنا قراب جدا من الخروج بالحلول، ولكن هذا كيطلب منا الكثير من الصبر وديال التشاور وديال الإقناع من أجل أننا فعلا نستطيعوا باش نخرجوا اللوائح اللي هي ممكن فعلا يتم التوظيف ديالها، وما غنوقفوش المجهودات ديالنا، غنستمروا في المجهودات حتى نستطيعوا. شكرا للسيدة الوزيرة على المساهمة في هذه الجلسة.